الأموال. وإنني أقول إن القطرة واحدة من دماء شهدائنا أغلى عندنا من كل كنوز الأرض. إن قطرة واحدة من دماء شهدائنا أغلى وأثمن عندنا من كل كنوز الأرض. ولن يفلح هؤلاء في إقناعنا بهذه الأمور التي لا يتقبلها منطق. إننا نطالب بأن تكون هناك لجان قضائية تختص بمحاكمة هؤلاء بإجراءات قانونية عادلة وعاجلة، وأن يقدم كل الفاسدين إلى المحاكمات، وأن يحكم عليهم بالحبس الاحتياطي حتى يثبت عليهم إما الجريمة وإما البراءة.